السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بأن يغير الإنسان من خلقته، وأن الشيطان نعوذ بالله من شره قال إنه سيأمر بني آدم بأن يغيروا من خلق الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه لعن النامصات والمتنمصات والواشرات والمستوشرات والفالجات والمتفلجات والواصلات والمستوصلات، وفي نهاية الحديث قال عليه الصلاة والسلام المغيرات لخلق الله، وكأن علة اللعن هي تغييرهن لخلق الله. وأعلم أن هناك أنواعا من التغيير محمودة ومحثوث عليها، وهي التي من الفطرة، وأذكر منها الختان وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر، وأنه رخص لنا في تركها 40 يوما. فهناك تغييرات منصوص على كراهيتها بدليل اللعن عليها، وهناك تغييرات منصوص على استحبابها والحث عليها إذ هي من الفطرة. بقيت أمور اشتبهت علي أمرها، وأقصد إزالة الشعر الزائد في الذراعين والرجلين، فترى هل تعتبر إزالته من التغيير بعامة في خلق الله وبالتالي ينبغي عدم إزالته، أو مثلا نعتبره من الأمور المشتبهات التي لا يظهر تحريمها ولا إباحتها وبالتالي لا نزيله أيضا استبراء لديننا، أم نعتبر أنها من الأمور التي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون لنا عافية ورخصة فنزيله، أم يوجد نص آخر لم أعثر عليه يصرح بالنهي أو الإباحة، ولماذا لا نعتبر هذا الأمر من المشتبهات، ولماذا لا نعتبره من الأمور المسكوت عليها؟ وقد سمعت أن هناك رأي أنه يمكن إزالة ذلك الشعر بالقص أو الحلق حتى لا نقع في التغيير بالنت، لكنني أريد معرفة ذلك بالدليل. هذا السؤال في الحقيقة يتضمن الجواب، لأن أحدا لو أراد أن يجيب بأكثر من هذه الاحتمالات التي ذكرتها السائلة لن يستطع فيما يظهر. فتغيير الخلق منه ما هو مأمور به كسنة الفطرة، ومنها ما هو منهي عنه كالنمص وتفريج الأسنان والوشم وما أشبهه، ومنها ما هو مسكوت عنه كشعر الساقين والذراعين والكفين والقدمين وما أشبه ذلك. هذا المسكوت عنه فيه هذه الاحتمالات التي ذكرتها السائلة، فلنقول إنه لا يزال لأن إزالته تغيير لخلق الله، والأصل في التغيير التحريم لأنه من أوامر الشيطان فالواجب الكف عنه وتركه، أو نقول إن هذا مما سكت الشارع عنه، لأن الشارع لما نص على أشياء ممنوعة وأشياء مأمور بإزالتها وسكت عن هذا دل على أنه لا بأس به، لأنه لو كان من قسم الممنوع لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بلفظ عام يدخل فيه الكل، ولو كان من المأمور به لنص عليه أيضا فيكون معفوا عنه بقرينة ذكر القسم الممنوع، فإن ذكر القسم الممنوع يقتضي أن ما سواه إما مأمور به وإما معفو عنه، ولا ريب أن الاحتياط تركه وعدم التعرض له إلا إذا كثر بحيث يشوه خلقة المرأة حتى يجعل يدها كيد الرجل أو كرجل الرجل أو يجعل رجلها كرجل الرجل وما أشبه ذلك مما قد تعافه نفس الزوج، ففي هذه الحال لا ريب في أن إزالته جائزة، وسواء مزيل بالقص أو بالدهان بما يزيل الشعور أو غير ذلك، هذا هو حكم المسألة فيما أراه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم.